يا اخي فكها انت بعد خلاص يا اخي. وشو انا قاعد احسبها بالعملات كلها اصفار كبيره. لا تشيل هم لا تشيل هم. لا حول ولا قوه الا بالله. طب يا خالد انت لازم تطلع من الورطه دي باي طريقه. الى الان النادي ما اتصلوا علي. شكلهم يحسبوا الفواتير كلها حق قلنا لك اترك الشيء هذا. انت ما انت فالع فيه ولا انت عارف. انت عمرك ما لعبت كوره. الناس يحبوني جمهور النخله والمدربين والاداريين والممرضين والمسعفين وكلهم. ليت الحب ينفع الحين يدفعون يقطون معك بعد في المساله ذي. لكن يس يعني كيف الحال يا سيد؟ قولوا لي يا جماعه مش عارف والله نعمل ايه. انت لازم تخلص من الحكايه. خلاص اطلع بقى. انا بقول اسمعني، هذه 2000 ريال انا كنت مجمعها باشتري ماسكات وكذا وحق مكياج. هذه يلا بسم الله تستاهل يا خالد. وانا معايا 500 ريال اهيت مش خساره فيك يا خالد. الان 2500. حلو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. عملتوا ايه؟ عملنا ايه 500 رقم معلش. الى الان جمعنا صفرين. 2500. طب انا مش معايا فلوس. بس بص يا خالد عشان انت حبيبي برضه في النهايه برضه احنا لحم ودهم. خد الحلقه دي بتاع امي الله يرحمها ويديها الصحه. الله يرحمها. سابتهولي. ايه الله يرحمها ويديها الصحه. خده بيعه وكمل عليه وادفع اللي عليك. لا ثقيل بيجيب مبلغ هذا حتى. لا هنا وين رايح؟ الى الان يا جماعه المبلغ ما يكفي حتى تقويم حق اسنان. اقول لكم دورال ايه ارقام مش عارف يقولها. اسم ابوك. ابوك جاي هناك. جا نشوف ابوك برضه نقلبه ولا نشوف عمر نقلبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هاي بشروا عساكم حليتوا ولا حلينا؟ احنا حطينا شويه حاجات اهو. هذه اللي احنا جمعناها يبا. والله انا والله كان ودي اساعدكم ودي اساعد خالد ولدي بس والله ما ابد مخابي ما فيها شيء. لكن اول شهر باذن الله تعالى بتنحل مشكلتك بسدد المبلغ كامل. انا شامم ريحه كده في حسي الامني. موضوع اول الشهر ده في لغز غريب يا ابوي. في ايه الحكايه يا ابن حلال؟ لا لغز ولا غريب ولا شيء. سبحان الله متفائل. انا دائما متفائل. بس بسم الله اقول لكم دولارات فلوس يا ابا. تقول لي نهايه الشهر الموضوع فيه كلبوش. انت تدري انك خوفتني؟ تدري انك خوفت ابوك؟